اهلا بكم من جديد اتكلمنا في بدايه البرنامج عن الجار وان الجيره لها حق زي بالظبط حقوق صله الرحم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وصى على الجار من خلال الحرص على حسن معاملته وكمان وده ومحبته طبعا احنا عايزين نعرف ازاي نبني علاقه صحيه بين الجيران ما يكونش فيها تدخل في شؤون الجار وفي نفس الوقت يكون فيها علاقه طيبه معانا طبعا الدكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع منورانا صباح الخير عليك يا دكتوره صباح الخير على حضرتك وعلى حضرتك وعلى مصر كلها ان شاء الله انا سعد بوجودك يا دكتوره اهلا بيك في البدايه عايز ابدا مع حضرتك بسؤال الحلقه هل ينفع اطلب من جاري انه يصلح حاجه بايظه عنده عشان عامله لي انا ازعاج اه طبعا يم. لانه لو حاجه بتاذيني او حاجه بتعمل لي ازعاج فحقي عليك جار وحقي عليك انسان ان هو ما باي حال من الاحوال هذا الإيذاء قد يكون مادي في حاجة واضحة، وقد يكون معنوي في سلوك أو في تصرف، وقد يكون اجتماعي في عدم معاملة جيدة، كل دي أمور لازم في أي حال من الأحوال الشخص يكون حريص على إنه ما يأذيش جاره. طيب طبيعة الطلب أعتقد ممكن تختلف أو طريقة الطلب ممكن تختلف، وأنا منه. الأسلوب هنا مهم قوي. يعني أي حد في أي حاجة في الدنيا الأسلوب ممكن يخليك تحصل على اللي أنت عايزه وممكن الأسلوب يخليك ما توصلش ولا حاجة حتى لو حقك يعني ساعات حد يبقى معاه الحق لكن طريقة حديثه أو طريقة وصوله للتحقيق الحق ده بيضيعه منه لأنه بيتحول أنه هو يبقى غلطان وما يبقاش معاه الحق فهنا الأسلوب والطريقة مهمة قوي في التعامل مع المواقف ومع الاشخاص ومع اي ازمه ممكن تمر في الحقيقه احنا كلنا في مركب واحده يعني يعني كلنا في البلد مسؤولين مسؤوليه اجتماعيه كلنا في العيله مسؤولين مسؤوليه اجتماعيه كلنا في العماره مسؤولين مسؤوليه اجتماعيه كلنا في كومباونز حتى مع بعض مسؤولين مسؤوليه اجتماعيه لان احنا لينا علاقه باللي حوالينا شئنا او ابينا دي اسمها علاقه اجباريه وليست علاقه اختياريه، يعني ايه علاقه اجباريه؟ اي حد فينا ساعات بيدخل علاقات اختياريه عشان هو عايز يعمل علاقه مع الشخص ده آه لكن العلاقه الاجباريه عندما تفرض عليك انك تتعامل مع الشخص ده لان في مصلحه هنوصل ليها. دايما العلاقات الاجباريه مرتبطه بمصالح واهداف وحتى لو مش مصالح يا آه فندم ما انا هقول آه ايه المصلحه مع الجار؟ آه. ان انا اعيش في سلام ان انا اعيش في امان ان انا لو تعرضت لاي موقف الاقي هو اقرب حد ليا في اي استغاثه في اي شيء فالجار هنا او الشخص القريب ده ده علاقه لازم احسنها طب اذا احنا مضطرين نتعامل مع بعض يبقى نتعامل بشكل كويس نعرف في اطاره ونحقق العلاقات الايجابيه حدود العلاقه دي تبقى عامله ازاي دكتوره آه آه الاحترام ده الاساس بتاع اي علاقه طبعاً. لازم ومراعاه ربنا كده ومراعاه حق الجيره دي الاساس أساسي. الرئيسي بتاع اي علاقه لكن لو جينا بقى وصلنا لمرحله هل لازم كل الجيران يبقوا اصحاب ولازم كل الجيران يبقوا متداخلين جوه اسر بعض طبعاً. والكلام طبعاً. ده ولا احنا نقدر نبقى بنحافظ على الشكل المحترم وعلى العلاقه الوديه اللطيفه بما يحقق برضه الحفاظ على خصوصيه الافراد. طبعا هو سؤال حضرتك مهم جدا لان دي حتى مش مع الجار بس مع اي انسان في الدنيا بنتعامل معاه حتى اقرب الناس لينا لازم نحافظ على مساحه الخصوصيه. اي واحد فينا عنده مساحه للخصوصيه، المساحه دي بتضيق وتتسع على حسب طبيعه العلاقه وعلى حسب طبيعه الشخص، طب م. طبيعه العلاقه هل هي مستمره؟ لا دي نسبيه. ليه؟ لأن العلاقة أنا وطرف تاني وظروف، الظروف دي ممكن تخليني أقربه شوية، الظروف دي هتخليني أبعده شوية، الظروف دي هتخلينا نقف على الحياد في بعض المواقف، إنما في كل الأحوال لازم نحافظ على الخصوصية، لأن لو جاري في أزمة لازم أقرب منه أوي عشان أساعده يعدي الأزمة، لو جاري عنده أي احتياج لازم بلبيه، لكن الدخول في مساحة الخصوصية شيء مش حلو. ما ينفعش يبقى الابواب بتاعه بتاعت, بتاعت الشقق مفتوحه على بعضها على طول <applause> لا في استئذان بالزياره في استئذان للدخول في المواضيع في احساس ستنس كده احنا كنا قريبين ما نبقاش يعني بنضرب إيه الحاجات في اي وقت أتكلم فيها وايه الحاجات اللي ما ينفعش اتكلم فيها وزي ما قلت لحضرتك ده لا ينطبق على الجار فقط ولكن ينطبق على اي علاقه مع اي شخص <تصفيق> <أخير>. <تصفيق> بس اعتقد ان الموضوع نسبي برده أه يعني احنا ممكن نلاقي مثلا اتنين جيران مبسوطين بشكل العلاقه ما بينهم كده ومش شايفين انا مشايفين... قلت لحضرتك انت بتقربه اه ما زي ما انت ولا حاجه اه دي, دي دي طبيعيه وانا اللي بفتح له آه. ساعات ببقى عايزه استشيره ساعات ببقى عايزه اخد رايه ساعات ببقى عايزه اشركه معايا فهي العمليه هنا نسبيه متوقفه على طبيعه الموقف طبيعه م. الحدث لكن في كل الاحوال فقدان الخصوصيه حاله غير صحيه حتى بين الازواج طب. لازم في مساحه للخصوصيه لازم تبقى موجوده، المساحه دي بتضيق وتتسع على حسب الموقف وعلى حسب رغبات الطرفين. وعلى حسب طبيعه الاشخاص بالظبط لكن في شخص بيحب خصوصيته زياده وفي شخص طب. بيبقى منفتح وحابب وساعات بتبقي قادره تتحملي ده وساعات مش قادره، ساعات بتبقي عايزه تتكلمي وساعات مش عايزه تتكلمي مع حد حتى لو حد قريب منك، لكن في اساسيات لازم كلنا نبقى حريصين عليها في علاقاتنا الاجتماعيه. وهو اللي احنا بنقول عليها اتيكيت او فن التعامل مع الاخرين م. يعني ايه الاتيكيت الذوق ولا بقى في التعامل مع الاخرين عشان كده الاتيكيت نسبي يعني احنا بنميز ما بين الاتيكيت وبين المراسم وبين البروتوكول الاتيكيت نسبي ان انا ازاي اكسب ود ورضا الاخر ملوش قواعد ثابته المراسم ليها بعض القواعد المتفق عليها، لي قواعد ملزمة، لازم مم. التزم بيها، فعلاقتنا مع جيراننا أو مع أهلنا أو حتى مع أولادنا أو مع أزواجنا لازم يكون فيها قدر من اللباقة. اللبقة يعني إيه؟ يعني أسيب استحسان عند حضرتك، ما أتصرفش تصرف على غير توقعك مثلاً يعرضنا المشكلة وأنا ما أقصدش، لا لازم يكون عندي درجة من الأمان النفسي ودرجة من المرونه في التعامل مع الاخرين ابسطها الصباح والمساء لازم الناس تسلم على بعض ولازم تصبح على بعض لازم نسال على بعض في واحد لازم تقول له ازيك وعامل ايه واخبارك ايه وازاي الولاد عشان تكسب وده وهو منتظر منك ده م. وفي واحد تاني لو قلت لك كده لو قلت له ده هيحس ان ده تدخل في الشؤون انه شيء فلو عملتها مره ما تعملهاش تاني بالضبط فلازم أوه. تبقى واخد بالك كويس قوي ان انت غرضك انك تاخد استحسان وقبول من الطرف الاخر ايا كان هذا الطرف فاحنا عندنا السنس ده بيخلينا نعرف هنفتح شويه في الكلام مع مين وهنختصر شويه في الكلام مع مين لكن في كل الاحوال التحيه امر واجب السؤال امر واجب م. تلبيه الاحتياج امر واجب الشعور بالاخر امر واجب يعني دي كلها امور ما فيهاش نسبيه ما يبقاش جاري مريض وانا عندي الدوشه والهيصه وما يبقاش صح. ولاده عنده امتحانات وانا عماله ادق واكسر ما ينفعش اصحي الناس الساعه 2 والساعه 3 بالليل عشان انا بصلح حاجه في شقتي او بنظف وجاري صحيح. نايم او عنده شغل وعنده التزام مراعاه الاخر امر ضروري يمكن ده عندنا احنا في ادبنا الاجتماعيه والدينيه والاخلاقيه في المجتمعات المتقدمه عنده ده في الاداب القانونيه مينفعش حد يعمل كده يتعرض على طول في ثانيه يتصل بالنجده مم. يبتدي يوقف هذا الامر لكن احنا بينا عادات وتقاليد وقيم ومعايير وعلاقات بتخلينا نقدر ان احنا نحل المشاكل دي من غير ما بنلجا للقاضي في تقدير للموقف يا دكتوره يعني ممكن يحصل العكس يعني ممكن النهارده يوم فرح ابني او فرح بنتي او كده ما نديش بقى ايراد وبسرهاء لا 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 يعني في تقدير شركاء ده حتى كل موقف له ده هنا بنعزم الجار وبنحسسه وبن ونديله احساس ان المناسبه بتاعته مم. لكن انا وما ينفعش مثلا لما تيجي تعترض على سلوك غلط تقابل من الطرف الاخر بهجوم وانه آه وتبقى انت بتعترض بلباقه وبذوق وتلاقي الطرف الاخر آه يوصلك لدرجه من الانفعال والرفض لهذا الشيء حق التلو. الجيره هنا يبقى ايه بقى يا آه حق الجيره ان احنا لازم لازم نراعي بعض ولازم نحترم نفسنا ونحترم الاخرين وفي الحقيقه في لحظات الشجار الذكي اللي بيتوقف ايا كان لانه استمراريته بيخسر مم. فلازم يكبر على الموقف ويتوقف ينسحب يعني على طول طيب احنا عايزين ناخد مجموعه من التعليقات كده حضرتك ترد فضل. برضو على الناس وتشاركينا استاذ اشرف مصطفى كان بيقول ممكن طبعا ان انا اطلب منه ان هو يصلح حاجه بايظه عنده لو الحاجه دي بتسبب لي ضرر لكن ده لو العلاقات طيبه لكن في هذا الزمن اصبح مبدا صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي الله يرحم الزمن الجميل هو مين اللي بيعمل الزمن م. احنا هل صحيح. هو الزمن اللي بيجي يفرض علينا السلوكيات ولا احنا سلوكياتنا هي اللي بتبقى سلبيه فبنتعود عليها فبنعتبرها حاجه صح وعشان كده بقول احنا لازم كلنا نبقى في منتهى الايجابيه، مش عشان غيري وحش ابقى انا وحشه، مش عشان غيري ما بيصبحش يبقى انا كمان ما صبحش، يعني حتى لو هو ما بيصبحش عليا انا اصبح عليه. وتكرر الموقف أصبح. مره واتنين آه آه وتلاتة انا اقوله آه آه صباح الخير آه. اصبح عليه آه. عارف صباح الخير دي اللي انا بقولها له ما بيردش عليا زي ما قلت لحضرتك دي علاقه اجباريه احنا مع بعض م. صباح الخير دي يعني معناها انه انا ازوأ منها وانا اللي بقول لك صباح الخير ما مش فارقه معناها لا ما انا هقول لحضرتك مم. لما انا اقول لحد صباح الخير وما بيردش وبرضه بقول له صباح الخير صباح الخير دي معناها ان انا اخلاقي هي اللي هفرضها عليك مم. ان انا ازوق منك انك مش فارق معايا رديت ولا ما ردتش عشان تغير لي من سلوكي اللي انا مقتنع بيه انه انا مش مستني ردك ولكن انا بقول كده عشان برضي اخلاقياتي وبرضي قيمي اللي انا متربي عليها حضرتك أعمل كده كم مره يا دكتور كل مره لو ما فرقش معاكي هتعمليها كل مره وهتبقي سعيده انك قادره تعملي ده وهتبقي بتوصليله بطريق غير مباشر ان اللي انت بتعمله ده ما ينفعش وما يصحش. <applause> طيب. انا بعمل ده على فكره مم. وما بيمثلش بالنسبه لي اي ضيق ولا اي ازمه ممكن ما يرد خالص ممكن ما يردش طيب ولا مش مشكله انا بقول صباح الخير عشان انا عايزه اقول صباح الخير وساعات لما احس اللي قدامي مش قاصد يعني انا ساعات حد يبقى بس طالع دي من دي درجه روقان حلوه آه لا ده لازم انت ما انت بتحط مساحه لنفسك انا مش هخلي حد يخدش دي بتاعتي انا مساحتي انا آه ودي اخلاقياتي انا وانا عايزه امارسها ساعات يبقى حد طالع من الاسانسير كده الصبح مستعجل ولا الظهر ولا اقول له قول صباح الخير قول سلام عليكم خصوصا الشباب الصغيرين فتلاقيه ساعات يضحك ويقول لي انا اسف وساعات يقول لي اصل انا مستعجل اقول له ايه يعني قول صباح الخير خلي احنا بالك مرة اتنين, <applause> مره اتنين مره اتنين هتقول له كده لو مش واخد باله هياخد باله مم. حتى لو قصد هيتكسف اه انما ما ينفعش اقول له بقى انت ما عندكش ذوق عشان ما قلت ده لا خالص طيب هنا محمد محروس بيقول اه طبعا اقدر اقول لو الحاجه دي هتضرني البعض بيكتب البند ده في العقد وهو بيشتري الشقه ان من تسبب او لما يبقى في حاجه بتسبب ضرر للغير عليه الاصلاح وده شيء طبيعي هو مش محتاج يكتب إن في لان القانون بيحسم ده كده. يعني القانون عندنا في مصر بيحسم ده وانه ما فيش حد يعني مفروض عليه انه يتقبل ايذاء الاخرين لكن زي ما قلت لحضرتك في حاجات بناخدها بالذوق وباللباقه فبناخدها بسرعه وبناخدها برضا، في حاجات بناخدها بالقانون فبناخدها متاخر قوي وبناخدها بعدم رضا وبناخدها مع مشاكل، فهنا لباقه الانسان وقدرته على انه طبعا. يعرف حقه ويدافع عنه ويجيبه في الوقت المناسب دي مهمه قوي. طيب الاستاذه ميرفت دمها خفيف قوي بتقول صباح الخير عليكم انا وجاري مش متفاهمين لان جاري الانسان ده انا كنت بحبه زمان وكان عندي مشكله في حنفيه المطبخ. دخل عشان يصلح حنفيه المطبخ اتخانقنا وقال لها يا شيخه انت لسه نكت زي ما انت <applause> هي طبعا دمها خفيف بس انا عايزه اقول لها مش متفاهمين مش حابين بعض مش حد تاني يصلح لك الحنفيه <applause> اه دي معلش دي كمان في العلاقات الاختياريه لكن في العلاقات الاجباريه بنضيق مساحه التعامل لكن ما نقدرش نلغيها يعني ما نبقاش نحكي بس لازم نقول صباح الخير آه لازم نقول اخبارك ايه لازم نقول كل سنه وانت طيب في مناسبه آه على فكره دينيا واخلاقيا وادبيا لو جارك شم ريحه اكلك لازم يدوقها. لو شاف حاجه لازم تعزم جماعه انا بشم عندكم في العماره <applause> كل يوم <applause> روايح وانا <applause> داخل وانا خارج <applause> لازم تدوقها دينيا لازم تدوقها فهنا القصه في ايه؟ انه حقوق الجار كتيرة قوي. طب لو دورنا على الحقوق دي متعبه؟ بالعكس دي بتحقق فوايد عاليه جدا. يعني احنا كنا زمان في مصر دايما على السفره او على الطبليه المصريه في طبق غريب. <تصفيق> <تصفيق> الطبق الغريب ده اللي جاي من عند الجار <applause> وعلى فكرة ده ما مش معناها إن واحد ليه فضل على حد لإن الطبق ده بيلف على الكل فده بيعمل إيه؟ بيعمل نوع من الألفة نوع من التواد نوع من التراحم نوع من درء الحسد في بعض الأحيان نقطة مهمة بالضبط فإحنا إيه المشكلة إن إحنا نود جيراننا؟ يوم ما الواحد بيحصل له أزمة أو مشكلة أول واحد ممكن يستنجد بيه الجار طب لو العلاقة سيئة ما بيلاقيش اللي ممكن يقف معاه سعد احمد بيقول كلام حضرتك جاري عنده شجره فيها لا مش هو ده الكومنت اللي انا كنت ده ابو حبيبه اللي كان بيتكلم في نفس النقطه بيتكلم عن عن إن هو كان في الشغل وابنه حصل له مشكله فجاره انقذ الموقف واخذ ابنه طلع المستشفى وعمل كل اللازم طبعا لان ده واجب وده على فكره دي طبيعه المصريين م. يعني طبيعه المصريين دايما مهما يتلخبطوا شويه بعد بعض التصرفات مهما لكن معدن الشخصيه المصريه هي التراحم والتواد والحب والتآزر دي طبيعه الشخصيه المصريه طب نقرا من سعد بقى سعد كان بيقول جاري عنده شجره فيها اشواك بتضر المرين انا والجيران تعاوننا وقدرنا ان احنا نشيل الاشواك دي طب جميل ان هم شالوا الاشواك تاريت يزرعوا له شجره حلوه تعاون مكانها بقى بين الجنيه يعني يزرع له شجره ورد كده شجره يعني منظرها حلو او مثمره زي ما حضرتك بتقولي لانه ساعات صيغه الامر بتبقى منفره حتى لو انا بامر حد بحاجه هو حابب ان هو يعملها وصيغه الطلب محببه حتى لو انا بطلب حاجه هو كره فلازم الصيغه نفسها تكون فيها لبق عشان اقدر اخلي اللي قدامي يعمل الشيء بلا عارفه يا دكتور عندنا كده في الاقاليم ودايما في الارياف في عاده جميله قوي زي ما قلت ان دي حاجه كلها ايه اعراف وحاجات احنا اتعودنا نشأنا عليها وتعودنا عليها مثلا لو حد كان عنده حاله وفاه وجاره كان عنده فرح مثلا بعدها باسبوع 10 ايام وهيشغل الاغاني وهيعلي الصوت بيروح يستاذنه بيروح يستاذنه او كانوا بياجلوا او يروح يعمل الفرح في مكان تاني او يستاذنوا وبالمناسبه جاره هو كمان بيطلع برضه لطيف زي بالظبط يقول لا ده لا ده انا آه اللي هاجي آه اول طبع. واحد لا ده انا هقف معاك هي فكره الاحساس بالاخر دي حاجه جميله لما الحيطان بدات يتحطلها جدران وجدران وجدران وعزله بقت الناس مش بتراعي بعض لكن اول ما العزله بتبتدي تخف والناس تبتدي تشوف بعض بشكل اوضح بتبقي في نوع من انواع تقدير المواقف بدرجه اكبر فاحنا عايزين نرجع مره تانيه لعادتنا الجميله ونعمل لها احياء وندرب ولادنا على اتكيت التعامل مع الاخرين وهذا الاتكيت لا يتعارض ابدا مع الجانب الاخلاقي والديني فاحنا واحنا بنعلمهم الدين المعامله مجرد ان احنا بس نعلمهم شق الدين المعامله هيبقوا كلهم منتهى اللباقه والذوق والجدعانه والشياكه في التعامل مع الاخرين الخلافات وارد انها تحصل جوه البيت الواحد فما بالك بانها ممكن طبعًا تحصل طبعًا بين الجيران. طريقه التعامل مع الخلافات دي مع الحفاظ على حق الجار ومع الحفاظ وان احنا نصون العش. اول حاجه لو في نوع من انواع سوء التفاهم لازم نصلحه. لانه ساعات الخلافات حتى لو احنا مشترك يعني بين جيران. ج... آه نقرب ما بين الاثنين جزء كبير جدا جدا من المشاكل عدم فهم سليم اللي طبيعه التصرف او عدم ترجمه التصرف ترجمه سليمه وفقا ما يقصده الشخص الاخر فهنا اول حاجه لو في سوء تفاهم نزيل هذا سوء في التفاهم ونحاول نقرب طب لو في مشكله ما بين طرفين يبقى واجب طرف تاني يكون اكثر عقلانيه او اكثر قربا ان هو يصلح العلاقه ما بين الجيران اللي موجودين لو في جور على المصالح يبقى لازم نشتغل بالحق ويكون في حد عادل كده يدي كل واحد حقه لان في الحقيقه في ناس بيتهيأ لها ان هي كل ما تجور على مصالح الاخرين دي شطاره يعني في حد مثلا تلاقيه يقول لك انا مش هدفع في المي انا مش هدفع في نور <applause> العماره ويقبل على نفسه ان الناس تدفع له ما هي في الاخر كل انت بتستهلك صحيح. يعني ايه ما تدفعش طالما بتستهلك يبقى بتدفع لما انت مش هتدفع يبقى واحد من جيرانك هيدفع لك فهنا القصه كلها على بعضها دي مش شطاره ده معناها انه انا مش قد مسؤوليه الاعباء بتاعتي ودي حاجه مش كويسه وبيعملوها ساعات بنوع من انواع العدوانيه كمان مش اللي هو انا مش قادر ساعدني لا ما بتحصلش كده تلاقي عندنا برضو بقى تبقى في عاده سيئه جدا ان كل واحد يوظف شقته ويصرف فيها زي ما هو عايز عند باب الشقه يتوقف مم. مع ان المفروض ان باقي ملكيه العمارة. العماره ملكيه عامه صحية. للكل فزي ما انت بتحافظ على بيتك ما هو اللي هيدخل بيتك ده هيجي لك من الاول الشارع فهنا عمليه المشاركه والتآزر واعلاء المصلحه العامه للمجموعه دي زي بالظبط بيحصل جوه البيت ما هو احنا اطراف داخل الاسره كل واحد فينا بيعلي مصلحه الاسره على مصلحته الضيقه اللي هو عايزها فيا ريت المفهوم ده يتسع يشمل الجار مش الجار في العماره بس ده الجار في الشارع ده الجار في الحي هنرجع تاني زي زمان تبقى احيائنا من اشك ما تكون وعماراتنا وبيوتنا برغم انها ممكن تبقى بسيطه جدا لكن نظيفه جدا وحالها حلو قوي طيب ازاي اتعامل مع أولاد الجيران ابناء الجيران الاطفال الصغيرين حتى لو هم مثلا اشقياء طبعا حضرتك عارفه ان دايما بالمسؤولين. الاطفال من الممكن هم يسببوا مشاكل كبيره جدا نقع احنا فيها ككبار بالمسؤوليه انا مسؤول يعني لازم اقول لنفسي انا مسؤول انا مسؤول حتى عن اولاد جار دون تدخل في خصوصيتهم مسؤول ان انا افهمهم بالراحه ان انا اوجههم بالراحه ان انا البى احتياجاتهم في بعض الاحيان لانه في الاخر لازم اعتبر نفسي ان انا الجار ده القرابه مم. خلي بالكوا احنا لما بنيجي نعرف مفهوم القرابه في علم الاجتماع بنقول قرابه الدم اللي هي القرابه بالاهل قرابه النسب لان النسب يعتبر قرابه طالما م. انا نسبت عيله بقى بينا قرابه قرابه الجيره م. تخيل بقى ان دول بندرسهم على انهم دول انواع القرابه اللي هو قريبك قريبك ده ممكن يبقى والدك والدتك خالك عمك ده قرابه الدم قرابه النسب اللي هو انت مناسب العيله دي فاصبحت كل اطراف العيله دي قرايب قرابه الجيره ان الشخص ده جاري وده قريبه اصبح هو كمان في صله قرابه يعني القرابه معناها ايه إنه الشخص ده قريب من قلبي قريب من عاداتي قريب من تقاليدي قريب من نفسي قريب من ذاتي دي مفهوم القرابه فاحنا ده العلم بيقول كده والواقع الحياتي بيقول كده والمفاهيم الدينيه والاخلاقيه بتقول كده فاحنا لازم نطبقها على الحياه عظيم جدا انت لو لقيت بقى جارك مش هنقول بيتدخل في حياتك او بيتدخل في تربيتك لاولادك لما تيجي مثلا بينصح ولادك واقعد فكر للحظة كده شوف هذه النصيحه فعلا هي في مصلحه الاولاد ولا لا لو لقيتها في مصلحه الاولاد فالراجل يشكر وكتر الف خير ولازم تتقبل هذه النصيحه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم الدكتوره هاله منصور استاذ الحاجة. علم الاجتماع الف شكر ليكي شكرا لحضرتك أستاذة المشاهد